حلو. السؤال اللي بعد كده من الاستاذ احمد عادل بيقول: كنت عايز اعرف هل الدم اللي بينزل من اللثه اثناء غسيل الاسنان ليه علاقه بنقص فيتامين معين في الجسم ولا لا؟ ممكن طبعا يبقى من احد الاعراض. هو مش كل نزيف اللثه بيبقى مينلي نقص فيتامينات. من احد اعراض نزيف اللثه نقص فيتامين سي طبعا. طبعا عندي حاجات تانية طبعا كتير زي لو انا ماشي على ادويه سيوله بتركيزات عاليه من غير ما انا ابقى رايحه للدكتور هو اللي يديني التركيز بتاع ادويه سيوله، اي جرح للثه بينتج عنه وممكن نزيف. مشاكل هرمونيه او اضطرابات هرمونز كمان، يعني الست الحامل بتبقى اسنانها يعني اكتر. يعني دلوقتي استاذ احمد يشيك على ايه؟ يروح لدكتور ايه؟ لا، هو المهم انه ينظف سنانه كويس قوي. يتاكد انه ما عندوش سكر، لان السكر بيعمل سيوله مهم. يعني يتاكد من مستوى السكر في الدم، ويقدر يمشي على المكمل الغذائي ألب مالتي فيت اللي احنا شايفينه على الشاشه. طبعا ألب مالتي فيت مليان فيتامين سي. فمهم ان هو يستخدم ألب مالتي فيت كمان، لانه فيه فيتامين بي وفيه زنك داعم للمناعه وفيه الكالسيوم وفيه كل مشتقات فيتامين بي وفيه نحاس. فألب مالتي فيت هيبقى كويس ليه جدا. مهم ان هو لما يجي ياكل يستخدم مره في اليوم دنتال فلوس عشان البكتيريا والجراثيم اللي بين السنان. دي حاجه مهمه قوي اللي هي الخيط الطبي.